السلام عليكم الإخوان، اليوم المشاركة. I am good. I am very good. You? Very nice. I am very well. Thank you. Oh yeah. Just we came from Alberta. Yeah. You are welcome in Kelowna. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Iman. كتجبدي؟ كنجبد اخويا. يا سلام تقطع وتاكل. يا سلام بالصحه. صحتين. وانا الله يسعدك يا علي. انت شكرا والله، الف مرحبا بكم. الله يخليك يا علي. هذه اريج من ام عبد الله من الاردن. اريج من الاردن، ويا وزوجها ابو عبد الله. الله يبارك فيك. يعني انا حاب احكي لكم شغله. نعم. علي وايمان من احسن الناس. شكرا والله، عن جد ناس كلهم ذوق. والله شرف كبير لينا. شكرا. ما شاء الله عنكم. تلاقينا غير بالصدفه البارح، خرجنا هكا يال داون تاون ومشينا غير نقصوا مع اصحابنا في داون تاون، وتتلقاوهم عايزين ولاعة. بريكة ديالنا. وهذه كانت فرصة بريكة بوب مارلي لقاتنا. الحمد لله احنا صاحبتنا هيك، يعني لنا نصيب نشوف بعض. ان شاء الله مرحبتين. ان شاء الله بنستضيفكم معنا بالاردن وبنستضيفكم كمان. ان شاء الله. شكرا. تبارك الله الخير موجود. تشيري فار. تبارك الله الخير موجود. تبارك الله. صراحه الجوله في هذه الفيرما ديال الصديق ديالي مان، صراحه جوله رائعه بمعنى الكلمه. من هذا المنبر كنشكرو مان على هذه الفرصه اللي عطانا ان نقطفو بيدينا الثمار. مع العرف كامل، مع يعني هاي بالعودين هاك. شتي؟ يا سلام. من الشجرة نيجي. ندخلوا لداخل. مازال باغي تزيدي الله؟ ندخلوا لداخل. في مثل عندنا، من الشجر للحجر. نعم. يعني فريش. فما شاء الله شيء نفس الشيء تقريبا. نعم. ايمان عندك راه عندو الكلاب. ربا ايمان كتخاف من الكلاب. ايمان هاتي واحد الكلاب عندو كيدايرين. هذا زوين. لازم تدوق يا علي. اي هون يا علي، شايف هون يا علي؟ هون اسود. كويس. انتم متابعينكم من المغرب. من المغرب. من المغرب، من فرنسا وشويه من كندا. احنا هلا من البيرتا. ان شاء الله. من الجزائر. أول الجزائر. يا عمي ما بعرف أحكي مغربي، والله بضيع معهم. إحنا نعلمك. أنت تعلمنا. إحنا عليكي. أيوة. وإيش رأيك أخ مصطفى؟ عمر. والله جواب الجنة. إن شاء الله. مرحبتين. صحبتكم. شكرا. الصراحة نهار. إحنا محظوظين إنه تعرفنا عليكم والله. شفنا ناس طيبين ونشامة وكريمين. والله شكرا والله شرف كبير لينا. بارك عليك ايمان. لا بالله وقيلا غتلصقي. المهم نصحح واحد المعلومة. لتصحيح المعلومة، راه مان ما عندوش الكلاب. بدنا اكبر صحن من هيك. اوكي. احنا نجيب صندوق. صندوق كبير. السيستم ديال هنايا في هاد الفيرمات هو فريد من نوعه. كتجي ممكن تقطع داكشي اللي بغيتي وكدوز لعندهم، كتعبر داكشي اللي ديتي وتخلصو. يعني الاثمنه كتكون رمزيه صراحه. مزيان.
لي زاكتيفيتي ديال هذا النهار كانوا صراحه رائعين، يعني اللقاء مع العائله الاردنيه اللي من الاصل فلسطيني اللي عايشين هنايا في البرتا، يعني كان رائع رائع جدا. وحتى فاش تجمعنا مع الاصدقاء ومشينا يعني ولينا خدينا فيرمه واحده اخرى، خدينا المشماش، خدينا عاوتاني حب الملوك، المهم المشماش داز كونفيتور اللي يكون فيها الملوك، طلع واحد الكونفيتور رائع رائع صايباتو ايمان. وفي الختام اخوتي كنقول لكم شكرا على المتابعه، وما تنسوناش الاشتراكات ديالكم والتعاليق ديالكم البناءه ان شاء الله، ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا كانت عندكم شي اقتراحات ولا شي ملاحظات اكتبوها لنا في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.